بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. لو سألت أي شخص يعني إيه شر وخير، هيقول لك الشر يعني سواد وظلمة، والخير نور بينور القلب والضمير. ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بالنور خير مبشر وبشير، وجعله ربه السراج المنير. إزاي قلوبنا تنور بالإيمان ومعنى النور في حياتنا وأسراره وأسرار النور الإلهي؟ هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. رسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان نور أضاء الدنيا كلها، ودايما ندعي كده دعوة ربنا ينور قلبك، ربنا ينور قلبك. يعني ايه نور القلب؟ بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اجمل ما يعطاه الانسان هو ان يجعل الله عز وجل طريق منور وحياه منوره وامور منوره، لان الامور لما تبقى منوره هيقدر الانسان يفرق بين الحق والباطل. البصيره يعني، والبصيره النور حقيقي ونور معنوي. نور حقيقي فعلا الامور ميسره، ونور معنوي الراحه والسعاده. ليه؟ واحد، لان الله نور. اثنين، الرسول سيدي وتاج راسي صلى الله عليه وسلم ألف ألف مرة نور. القرآن نور، الإيمان نور، الوضوء نور، الصلاة نور، الشهادة في سبيل الله نور. قلنا سبعة، نقول السبعة تاني. لما يبقى الإنسان ربنا يجعل له نور، يعني يجعل له بصر وبصيرة، يجعل له فرقان يفرق بين الحق والباطل. لما ربنا يجعل له نور هيرى الأشياء على حقيقتها. هيرى الأشياء على حقيقتها من غير ربنا الرتوش، ربنا هيكشف له من غير التاتش، من غير الرتوش بتاع الناس، ولا رتوش النفس ولا رتوش الدنيا والشيطان. يرى الأمور على حقيقتها، يرى الحق حقا ويرزقه الله اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقه الله اجتنابه، لأنه جعل له نورا. ويجعل لكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس. الله، يبقى النظرة نور، واللسان نور، والسمع نور، واليد نور، والرجل نور، والطريق نور. فيجعل الله عز وجل لي نورا على نور. الله نور، سيدي وتاج راسي سيدنا النبي نور، عليه أفضل الصلاة، القرآن نور، الإيمان نور، الوضوء نور، الصلاة نور، الشهادة في سبيل الله نور. نقول كل حاجة تفضل. الله نور، قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخره. قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا نور، واللي هيتبع منهج الله ربنا هينور طريقه وينور بصيرته وينور حياته. فأنا هجعل ربي هو النور اللي ينور بصيرته ودنيتي. طب رقم اثنين، سيدي وتاج راسي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ده مش نور وبس، أنا عندي في حاجة اسمها الضياء وحاجة اسمها النور. الضياء، في واحد اسمه ضياء واحد اسمه نور، تمام. ضياء للأنوار، والنور يأخذ نوره من الضوء. ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والقمر يستمد نوره منين؟ من الشمس. يبقى أنا عندي كمان الشمس ضياء سراجا وهاجا، اللي هو الايه الـ 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 الشمس، وبعدين القمر قمرا منيرا. فربنا أخذ من الشمس أجمل ما فيها، لأنه السراج الوهاج نور وحرارة. طب والقمر منير فقط، تمام. فربنا سبحانه وتعالى أخذ من الشمس أجمل ما فيها وهي السراج، ولغى الوهاج عشان ما يبقاش فيها حرارة وضرر، وأخذ من القمر أجمل ما فيه النور ودمج بها فصار سراجا منيرا. الله. سيدي وتاج راسي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فسيدنا النبي نور وسراج منير. رقم ثلاثة، القرآن نور. صحيح، قال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه،
اللي هو سيدنا النبي، ونصروه اللي هو سيدنا النبي، واتبعوا النور الذي أنزل معه اللي هو إيه؟ القرآن الكريم. فالقرآن نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا اللي هو القرآن الكريم. رقم 4، الإيمان نور. لما أؤمن بالله رب العالمين، ربنا ينور حياتي وينور دنيتي، والنور ده يجي معايا في الآخرة ينور الصراط المستقيم لما يدخلني الجنة. فالنور هنا هيجي معايا هناك. ربنا هو نور الإيمان ده اللي هو بينطبق عليه كل تصرفاتنا، يعني أفعالنا، احنا ماشيين في سكة ربنا سبحانه وتعالى، ماشيين في سكة الخير، فهو ده هيبقى النور اللي هيبقى طبعاً في طبعا. والنور اللي هنا، تخيل حضرتك، كل طاعة لله، كل ذكر لله، كل اتباع لمنهج الله تبعدني عن الظلمات. أيوه. تنور طريقي وتنور حياتي. جاي حد ينصب عليك تلاقي فيه يكشف. نور. سبحان الله، يكشف بتصرف، يكشف بفعل، قلبك مش مستريح، تدوري تسألي، ينجيك الله. نور طبعا. ابن حد مثلا عايز يعمل حاجة، فالأب يقول لا، ويمنع يمنع يمنع يمنع، فيكتشف ان الحاجة دي كانت هلاك. فنور طبعا. يفرق به الإنسان بين الحق والباطل. فالإيمان نور. قال الله عز وجل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يعني إيه يبقى البني آدم؟ يعني نسمع كده، ده الشخص ده في شيء لله. يعني إيه في شيء لله؟ في شيء لله إيه؟ طبعا ده مش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني في شيء لله ده كلامنا احنا. في شيء لله يعني ايه؟ يعني انسان في جنب الله فيوفقه الله. انسان يتبع منهج الله فيستره الله. انسان ماشي على كلام الله فينصره الله. ادي في شيء لله. ده اللي انا اقصده بقى. مزبوط. هنا نور الايمان ليه دور في ده، في الكلمة طبعا طبعا طبعا. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه الانسان لما يتبع نور الله يجد فرقانا، فرقان يفرق به بين الحق والباطل، يبقى فيه شيء لله فعلا. فشيء لله دي يعني ايه؟ يعني انا في جنب الله فسهام القدر يقل اصابتها. ما واحد يقول لعالم ما لربك يرمينا بسهام القدر فتصيبنا، قال له كن بجوار الرامي تنجو. شو جملة طبعاً جميلة طبعا. كل ما انت جنب ربنا سبحانه وتعالى هيقل اصابتك، مش معناه انك لن تصاب. الدنيا اصلا دار اصابة، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار كتح، الدنيا دار عمل، الدنيا دار امتحان. من ساعة منزلنا للارض واحنا دخلنا لجنة الامتحان والورق اتوزع، واحد امتحانه في الولاد، واحد امتحانه في الزوجة، واحد امتحانه في المال، واحد امتحانه في الصحة، كل واحد وامتحانه. ركز في ورقتك تتقن إجابتك. صح. والله العظيم. صح. في ورقتك. فهو دي المسألة. لما ببقى جنب ربنا بينورني ويلهمني الإجابة ويلهمني التصرف ويلهمني العمل ويلهمني الفعل ويريني الحق ويخليني أتبعه ويهدي إلي نفسي ويبعد عني الشيطان وبعدين يرحمني من الهوى وهكذا. فده النور، النور اللي ربنا بيجعله للإنسان المتبع لمنهج الله تبارك وتعالى. تصور انه الاشخاص اللي بيبقى يعني احنا بنشوف عندهم شفافية عالية جدا، يقدروا يفسروا ويعرفوا دواخل الاشياء اكتر من اي حد تاني، يقدروا يفهموا كويس قوي اللي بيدور حوالين امر معين، يقدروا يبقوا شايفين حاجات احنا ما بنبقاش شايفينها، دي بتبقى درجة عالية جدا من النور اللي بيبقى ربنا سبحانه وتعالى مديهولهم في قلبه. بص حضرتك، كل ما الإنسان بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى كل ما بيزداد بصرا وبصيرة. كل ما الإنسان بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى كلما يملأ الله قلبه وكلامه ووجهه نورا. كل ما الإنسان بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيبصره بالباطل ويبصره بالحق، فتلاقيه موفق دائما. كمان النوع اللي زي ده بتلاقيه في كل لحظة بيستخير ربنا، على كل خطوة، على كل عمل، على كل فعل، على كل تصرف، على أبسط أمر وعلى أعظم أمر، فلا يزال موفقا دائما. كن بجوار الله عز وجل. صحيح. كن مع الله يكن الله معك. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. نقولها تاني. كن مع الله يكن الله معك. كن لله كما يريدك زي ما ربنا عايزك، زي ما ربنا يريدك.
عايز دي هستأذن معليكي، ما نقولش على ربنا عايز، نقول يريد. احنا عشان بنقولها هي بالعامية غير مقصود طبعا، طبعا مش مقصودة، لكن احنا في مجلس علم فحضرتك بتعلم الناس، فاحنا نقول للناس كده، نقول لهم يا جماعة ما تقولش ربنا عايز، اصلا عايز دي فيها حاجة وعوز، ده لا يكون مع الله، انما الله يريد، الله يشاء. طبعا وربنا بيعاملنا بلساننا، بيعاملنا بقلوبنا، بقلوبنا يعني نحن نقصد بكلمة عايز يريد، لكن طالما بنتعلم يبقى نقولها احسن يريد. فربنا زي ما ربنا يريد، يريد الله. أيوة او منا، الله يبارك في عمرك. مظبوط. يريد مني ومن حضرتك ايه؟ في الطاعة ما استطعت، في المعصية ابتعد على قد ما تقدر، وقعت الباب مفتوح مهما كان ذنبك. طب لو انا عملت كده يكن لك فوق ما تريد. يعني ايه فوق ما تريد؟ عايز حاجه يقول لك خد اتنين، عايز اتنين خد اربعه. الكريم، الله يبارك في عمرك. ده مش كده، ده يلهمني ما لم يخطر على بالي، عشان هو يريد ان يعطيني ويريد ان يكافئني، وبعصيه ويسترني طبعا وينصرني، وبعصيه وفتح لي الباب ارجع، وبعصيه يلهمني التوبه. ده ما هو ده النور. عارف حضرتك انا لما باجي اتوب، توبتي انا بين توبتين من الرحمن، توبه سابقه توبه توفيق، وتوبه لاحقه توبه قبول. الله عز وجل قال عن الثلاثه الذين خلفوا ثم تاب عليهم توبه توفيق ليتوبوا انه هو التواب. الله. وبعدين اداني الاعمال اللي اكتسب بها النور، يعني علمنا الايمان نور لتخرج الناس من الظلمات الى النور، والنور ده يبقى معاك دنيا واخره. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. فالنور هيبقى معايا دنيا ويبقى معايا في الاخره ماشي قدامي، وكل واحد نوره على قدر ايمانه. من الناس من نوره كالشمس، ومن الناس من نوره كالقمر، ومن الناس من نوره كالنجم الساطع، ومن الناس من نوره كالسراج، ومن الناس من نوره مثل الإبهام. ده النور مش ظاهريا، أنا بتكلم يعني على يوم القيامة. الله يرضى عني وعنك. بتكلم على النور في الدنيا هيجي معايا يوم القيامة. يوم لا يخزي الله النبي، اللي هينور، اللي هينور لنا الصراط المستقيم، اللي هينور ليوم القيامة، واللي هينور للصراط المستقيم، واللي ياخد بإيدي لما يدخلني الجنة. يقول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم. مركزة معايا حضرتك؟ مركزة معايا. نور يعني هيجي نورك بإذن الله يوم القيامة بين إيديكي، ينور لك الطريق وينور لك الصراط لما يدخلك الجنة. إيه الأعمال اللي تخلينا بقى نوصل للدرجة دي؟ وحضرتك قلت كذا حاجة. سؤال عظيم. رقم واحد حاجة بسيطة جدا جدا، الوضوء. الوضوء اتوضى حلو، تيجي تتوضى توضى. دي العلامة اللي هيعرفنا بيها الرسول. الله يبارك في عمرك. لأن أنا بالوضوء وشي يجي منور، وإيدي تيجي منورة، وإيدي من هنا منورة، ورجلي كده من عند المكان اللي بتوضى فيه يجي منور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا اللي هو نور الوجه، النور اللي في الإيدين والرجلين زي فرس كده لونه أصمر، ووجهه أبيض، شعره كله أبيض جميل، وإيديه بس لحد الركبتين بيض، ورجليه لحد الركبتين بيض. هما دي المناطق حاجه متميزه كده، دي الاماكن اللي احنا بنتوضى عليها. وسيدنا النبي اخبرنا انه تبلغ حليه المؤمن ما بلغ وضوءه، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. يبقى اللي عايز ربنا ينور طريقه في الدنيا وفي الاخره يحافظ على الوضوء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب رقم اتنين، طب قبل ما ندخل في رقم اتنين، عشان كان في سؤال امبارح قريته كان جاي لنا، انه هل الافضل اننا نتوضى لكل صلاة، ولا لو احنا على وضوءنا بنكمل، ولا ايه؟ الله، انت حضرتك بتسألي على الجواز ولا الافضلية؟ الافضلية. الافضلية توضي لكل صوت لصلاة، ولكن يجوز ايوه ان لو احنا متوضيين لصلاه الظهر حافظنا على نصلي بيها مثلا العصر، ما فيش اختلاف ما بين الاثنين. الله ينور عليك. لكن الاجر والثواب الاعلى الوضوء كل صلاه. تمام. والوضوء كل شويه. والوضوء سلاح المؤمن، وما اخرجش من بيت الا متوضئ، ولما نام انام متوضي. ايه الحلاوه؟ ولما كان انا ليا فيه عمل ونفسي ربنا يقضي حاجتي اتوضى قبل ما ادخل. يا خبر ابيض، الوضوء سلاح من باب التيسير. طبعا ربنا بييسر الامر. وحاجه ثانيه، سنة جميلة خالص يا أستاذة لمياء، وبفضل الله، بفضل الله، برحمة الله، أنا بعملها دايما.
ما تخرجي من بيتك لأي أمر من الأمور إلا تصلي ركعتين. طبعا أول ما تيجي تخرج من بيتك، رايح شغلك، مسافر، رايح لعمل، رايح اجتماع، رايح أمر من الأمور، بننويها بنقول إيه؟ دي الركعتين دول بنية قضاء الحاجة. نويت أصلي؟ ما فيش حاجة اسمها نويته، ما أقولش كده خالص. في قلب ما عليك تدخلي تتوضي تخرجي الله أكبر، مش عايزك تقولي حاجة. بسألك ليه؟ عشان مرة قلنا في حلقة من الحلقات ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر لله. شكر لا ما فيش. فاحنا فتسألت يعني، أنا كنت حد كان بيصلي ركعتين كل يوم فيقول نويت أصلي ركعتين شكر لله، ربنا تقبل، سنة. لكن احنا في فرق ما بين ركعتين شكر وسجدة شكر. احنا ما عندناش حاجة اسمها ركعتين شكر، لكن عندي سجود الشكر. سجود الشكر الدليل على ذلك عند أصحاب السنن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. سيدنا أبو بكر خر لله ساجدا لما علم بموت مسيلمة الكذاب. سيدنا علي بن أبي طالب نزل لله ساجدا لما علم بموت ذي الثديا من الخوارج. فنعمة جديدة تفكرني بكل نعم قديمة، ابني رجع من السفر، ابني امتحن، ربنا شفى. أنا عايزة أسجد لربنا، إنما ما أسجدش عقب كل صلاة. لان في بعض الناس السلام عليكم السلام عليكم وتروح سنين قال كده. ما هو سيدنا النبي ما عملش كده. يا عم ده زياده خير، خير على راسي من فوق، بس الاتباع اهم. طبعا يبقى ما عنديش ركعتين شكر لكن عندي سجود شكر. تمام. ناخد مدام هبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. الله يسلم سعادتك. بجد انا يعني انا بحبك في اللحب رهيب. يعني انت حضرتك بتفكرني بالامام فضيله الشيخ محمد بن فضيل الشعراوي. يا رب يا ربنا يا رب. بامانه 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 ربنا يزيدك ويزيدك ويجعل كده. يعني انا بقعد مع جوزي اقول له هو اللي حببني في الدنيا وحببني في الاخره وحببني، والله حاجه ربنا يا رب يكرمك. خد بالك من حبيبتي في الاخره دي. اه والله 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 حبيبني فعلا في الاخره. انا بقيتش اخاف من اي حاجه، يعني حاجه ربانيه رهيبه. والله بدعي لك يا فضيله الشيخ بامانه والله والله والله. طب ده حضرتك ليا سؤالين. اتفضلي. السؤال، كان عندنا قطه والقطه ديت يعني كانت قاعده كده وبعد كده خرجت من غير ما احنا نعرف. كان بعد مده بس كانت شكلها وحش قوي، يعني شكلها كان مقزز من الشارع وكده يعني. فصراحه انا مريش ادخلها. فقعدتها بره بقيت اكلها يعني احط لها اكل وكده. ففوجئت لقيتها ايه يعني مش عارفه حاجه داست عليها، لقيتها تعبت. برضو كنت مراعيها تحت السلم في البيت. بس لقيتها ماتت، حاسه بالذنب، حاسه اللي يعني انا اللي سبب في موتها. فيعني دي برضو انا مش عارفه دي حلال ولا حرام. طيب ماشي. تاني سؤال، انا بصلي الفرض قبل السنه وساعات اسمع مثلا على اليوتيوب يقول لا بصلي السنه الاول بعد كده الفرض. فمش عارفه حضرتك ده بقى يعني فن. انت تقصدي فرض الصبح؟ الفجر. الفجر والصبح. اه الفجر بتصليهم امتى هنا؟ لا ده انا الحمد لله يعني انا بصلي بسمع الاذان سبحان الله، بكون نايمه بصحى على اذان الفجر يعني بصلي الحمد لله يعني موظفه على صلاه الفجر الحمد لله. الحمد لله. فاصلي ايه الاول؟ حاضر. السؤال الثاني عندك اي اسئله ثانيه؟ لا انا بس فرحانه قوي انا سمعت صوت حضرتك والله يفرح قلبك وربنا يا رب يرضيك يا رب ويجعلك من يعني من الناس كلها تحبك كده زي ما انا بحبك ربنا والله. ربنا يرضيك ويرضي جميع المشاهدين. نورتينا يا مدام هبه. طيب موضوع القطه بقى اول حاجه. ربنا يبارك في مدام هبه وفي المشاهدين جميعا. امين يا رب. وكلامهم ده تاج على راسنا وبيزود طبعًا علينا المسؤوليه. طبعا طبعا. وربنا يجعلنا اهل لهذا الكلام ويعيننا على اداء الرساله يا رب. وانا ما استاهلش اكون التراب اللي كان يقف عليه سيدنا مولانا فضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله، رحم الله علماءنا من مات منهم واعطى الله الصحه والعافيه للي عايش، اللهم امين. احنا ما نجيش في احذيتهم، ربنا يرضيكم جميعا. اما ربنا يكبر بخطر. اما موضوع القطه فعموما رقم واحد، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاحسان الى الحيوانات اجمالا في الاكل والشرب، لدرجه ان الست اللي سائت كلبا شكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنه. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القطط قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني حلال وريقها ليس نجسا، النجس بس البول والغائط، واطعامها يدخلني الجنه ورعايتها يدخلني الجنه. لكن هي الست الروايه اللي هي قالتها دي هي مش مخطئه في حاجه، يعني القطه هي اللي هربت وتغيرت ثم لما عادت هي ما ادخلتهاش لكن لم تحبسها. ف
فهي لم تذنب وظلت تطعمها إلى أن شاء الله عز وجل وماتت، ليس عليك إثم وليس ما سبتهاش جوع ولا تعطش ولا كده خالص، بل لك الأجر والثواب بإطعامها وسقيها سواء قبل هروبها أو بعد عودتها، جزاك الله خيرا. طيب سؤال الثاني بقى، السنة هي بتقول بصلي الفرض الأول وبعدين أصلي السنة. هو احنا عندنا صلاة الصبح اسمها صلاة الصبح صلاة الفجر، عندي فرض ركعتين وسنة ركعتين. لما بقوم في وقته في وقت أذان الفجر أتوضأ وأصلي ركعتين السنة تمام، ويسن الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، الفاتحة وقل هو الله أحد، لأستقبل النهار بإعلان التوحيد لله رب العالمين. لم بعمله في المغرب، ركعتين المغرب بصليهم بعد المغرب، الركعة الأولى الفتح وقل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية الفتح وقل والله أحد، لأستقبل الليل بإعلان الوحدانية لله رب العالمين. فالصح بصلي ركعتين السنة ثم أنتظر قليلا وأذكر الله عز وجل، لأنه من السنن المهجورة الفصل بين السنة والفرض. يبقى فيه وقت بالضبط، يبقى فيه كلمة ذكر لله، في دعاء، في تحرك أمامي أو خلفي، لكن لا أصل سنة سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل بين السنة والفريضة. ده مهم جدا، ده حتى لو أنا صليت الجامع مش مجرد ما سلم أجي قايم الله أكبر لا، طب يطلع لقدام شوي، ارجع لورا شوي، سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام مسلم. فأنا برد على السائلة، هتصلي ركعتين ثم تسلمين وتدعي ربنا كده بدعوات ثم تصلينا الفريضة. حضرتك بتقول لو في وقت ولو بعد هل الوقت يختلف في أي شيء؟ لا ما يختلفش، يعني حتى لو صحينا متأخر الساعة 7 الساعة 8 بنصلي برضو ركعتين سنة وركعتين فرض. طب ممكن أصلي الفرض الأول؟ ممكن، لو أفترض مثلا أن أنا صحيت متأخر فجيت مصلي الفرض الأول وبعدين سلمت وصليت السنة، ينفع. فسواء كانت السنة الأول أو الفرض الأول الاثنين يجوز، لكن الترتيب اللي ورد عن سيدنا النبي في توقيته السنة ثم الفرض. نعم. طيب ناخد أم حنين. ألو مع حضرتك. أهلا وسهلا، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. والله العظيم أنا في كمية سعادة دلوقتي اللي أنا وصلت مع حضرتك ومع حضرة الشيخ، عاملين إيه؟ الحمد لله بخير، نورتينا. ربنا يخليك يا رب. معلش كنت عايزة أسألك كده عن سؤال، معلش أسألك كده بسرعة. اتفضلي، بس علي صوتك بس شوية. أوكي ماشي. ألو مع حضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك انا كنت اما ببقى عند حماتي هناك في بيت عيله وكده ما اقدرش اغتسل من الجنابه على طول، يعني عشان بسبب ان بيت عيله وحمايه بيبقى بره وكده، وفي حرام لو اتاخرت ثاني يوم او حاجه ومعايا بنت صغيره برضعها وكده بيبقى فيها اي خطر عليها. وتاني سؤال، اختي الصغيره كانت بتسرق وهي صغيره بتاخد حاجات، يعني هي ما تعرفش، بس لما كبرت قعدت تحكي لي وكده، قلت لها غلط وحرام اذا انا تبت، بس اللي انا اخدته ممكن يعني في ناس ما تستها مثلا او جدها مش هتقدر ترجعهم لها، فاهماني؟ ما برضو قلت لها اسال. كان عمرها قد ايه وقتها؟ كان عمرها حوالي 9 سنين 10 سنين. تمام. بس ومعلش سؤال تاني صغير. اتفضلي. انا دلوقتي لما بصلي ببقى يعني ساعات كتير ببقى عايز اصلي ومعرفش اقعد اصلي كتير او زي الاول ركعتين ثلاث اربع ركعات مني لربنا، يعني بسبب بنتي الصغيره وكده بتعيط، ما دي فيها حاجه اثرت فيها وكده؟ فيها حاجه يعني في الفرائض ولا انت بتتكلمي على ايه؟ يعني ساعات السنه والفرض ما اقدرش اصليهم كتار زي الاول بسبب بنتي الصغيره. كتار زي الاول بتطول يعني مش قادره تطول، بتستعجل، بتصلي بتصليهم بسرعه. ايوه بسرعه وغصب عني ساعات بقطع الصلاه او ممكن ما اصليش خالص بسبب بنتي الصغيره عشان قاعده لوحدي ساعات. بس متشكرة جدا لحضراتكم. شكرك نورتين. طيب نجاوبها على سؤالها الأولاني، هي بتسأل على الاغتسال. بتقول إنه هي بتبقى يعني أحيانا بتبقى في بيت العيلة فده ما بيبقاش متاح بالنسبة لها، فهل بيبقى مش مستحب ده ولا إيه؟ هو طبعا ما بتقول إن وإيه؟ يعني إنها تغتسل بتبقى بيت عند في بيت عيلة جوزها. تمام. فبتقول حماها بيبقى موجود يعني أسرة جوزها موجودين فما بتقدرش تدخل إن هي تدخل تاخد شاور أو يعني أولا طهر. الاغتسال نوعان، أنا مش فاهم السؤال. فإن كان اغتسال من واجب يعني طهرت من الحيض فهذا اغتسال واجب، من جنابة فهذا اغتسال واجب، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. يعني لو كان من جنابة طيب ما ننتظر لما يعودوا إلى بيتهم ويستطيعون الاغتسال فلابد من ترتيب الأمر، ما ينفعش يحصل جماع يبقى أمر الجماع سهل ثم أمر الاغتسال صعب، هذا كلام غير مقبول يعني.
فيا سيدتي الفاضلة، إذا حدث مسألة جنابة أو حيض طهرتي من الحيض لازم الاغتسال. تمام. لابد. ما تأخرش ده. لا ما يتأخرش. تمام. طيب موضوع أن أختها كانت بتسرق وهي صغيرة ويعني كانت ممكن تبقى خدت من جدتها من جدها بس هم توفوا. تمام. رقم واحد التوبة. تتوب إلى الله تبارك وتعالى. باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا مهما كان ذنب الإنسان، وحتى لو الإنسان فعل كبيرة من الكبائر التوبة مفتوحة الباب لا يغلق أبدا، والتوبة تهدم ما قبلها. رقم اثنين تقدر المبلغ الذي سرقته وإما أن تعيده إلى أصحابه، إن لم يوجد الأصحاب تطلع المبلغ ده في سبيل الله رب العالمين على روحهم. رقم ثلاثة هي كانت صغيرة عند فعل هذا الأمر، لم يجري عليها قلم التكلان محتاجها، إنها لا تجعل الباب ده مفتوح كوسوسة، يعني أغلق الباب، توبي إلى الله تبارك وتعالى وأكثري من العمل الصالح بإذن الله ربنا يغفر لك دائما. طيب موضوع أن هي نتيجة أنها عندها طفلة صغيرة فممكن ما تصليش خالص، أو إنها لو صلت تصلي بسرعة، أو ما تصلي الفرض والسنة. أولا يجب موضوع الحفاظ على الصلاة، مسألة الطفل الصغير وإن هو يمنعني عن الصلاة هذا كلام ما ينفعش. لا لازم أصلي، إذا نودي للصلاة لازم أصلي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاللحظة لحظة النداء لابد أن أصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا له وقت، فطالما هي موجودة والأذان أذن تتوضأ وتصلي. طب البنت بتعيط، لحظة إسكات البنت تنتظر لما تسكت البنت وتصلي. طيب لو البنت مش ساكتة وعمالة تتحرك، ممكن أولا تقفل الباب عشان البنت ما تروحش مكان تضر نفسها به، وممكن كمان تشيل بنتها وهي بتصلي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يصلي في بعض المرات يحمل أمامة بنت الربيع بن العاص بنته السيدة زينب في الصلاة، فكان إذا وقف حملها، فإذا ركع وضعها، وهكذا. فيجوز، لكن مسألة إنها ما تصليش بسبب البنت هذا كلام لا يجوز شرعا. طيب نرجع تاني للنور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم البني آدم بيه في الدنيا وفي الآخرة، وحضرتك كنا بنتكلم بنقول إنه من أبسط الأشياء هي الوضوء. نعم. إيه الحاجات التانية اللي رقم اتنين؟ يبقى مما من وسائل جلب النور، واحد الوضوء، اتنين الصلاة. الصلاة نور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم تملأني ما بين السماء والأرض، والصدقة برهان، والصلاة نور، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. شاهد من الكلام سيدنا النبي قال الصلاة نور، تنير بتنور للإنسان حياته في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. يبقى ده رقم اثنين، الصلاة يا جماعة، الصلاة نور عظيم جدا. قلنا الوضوء، قلنا الصلاة. رقم ثلاثة طاعة الله وطاعة رسوله. مش ربنا نور تطيعه ينور لك، سيدنا النبي نور أتتبعه ينور لك، اتباع سيدنا النبي. أيضا من الأعمال التعايش مع القرآن الكريم، ما هو القرآن نور، وكل ما قرأه هاخد من نوره. فأقول لك يوميا وجهك يجي في وجه القرآن، إن شاء الله صفحة واحدة. قاعد في مواصلات اقرأ يا سيدي، ما تهجر، وربنا يسر علينا. الموبايل عليه المصحف الشريف، اقرأ لك صفحة. قاعد ساكت ليه؟ عمال تبص حواليك ليه؟ طب بتسخن عربيتك، اقرأ لك صفحة على ما العربية تسخن. طب معك سائق، اقرأ لك صفحة قرآن. حافظ حاجة أقولها، حافظ اقرأ. تمام. فأنا محتاج يوميا إن شاء الله صفحة واحدة. لازم 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 تأدي تحية القرآن، تاخد من نور القرآن، تاخد من بركة القرآن، تاخد من شفاء القرآن، تاخد من علم القرآن. لازم يوميا أروح أسلم على القرآن. فهذا أيضا مما يأتي بالنور. مما يأتي بالنور أيضا الدعاء، دعاء جميل قوي. كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا،
ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم اجعلني نورا. الله، دعاء جميل يخلي النور حواليك من كل حتة. ناس كتير جدا ممكن تكون بتقوله بس مش مدركة قوي معنى يعني ايه النور. يبقى عشان كده احنا اتكلمنا عن مصطلح النور في القرآن والسنة. المصطلح ده يفرق معايا كتير. مما اقول لحضرتك حديثين في منتهى العظمة، اتفضل. لانه ايضا من وسائل النور كل عمل صالح يجلب لي النور، وكل عمل سوء يطفي النور. فالعمل الصالح ينور، الكهرباء جت، معصية سحبنا الفيشة، الدنيا ظلمت. تمام؟ اه هو فعلا كده، النور يجي. تمام؟ تخيل حضرتك القلب ده ابيض خالص كده وجميل، واحد بص نظرة حرام، عارفة القلم الاسود، اه بقى في نقطة، يجي نقطة سودة. شتم واحد، نقطة تانية، اغتاب واحد، نقطة تالتة، نم على حد، نقطة رابعة. تمام؟ نظرة حرام، نقطة خمسة، لقمة حرام، نقطة مش عارف ايه، ترك الصلاة، نقطة. تمام؟ فكل ما هو شغال معاصي نقط نقط نقط، سودة 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 على القلب، اسود 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 اسود، لما بقى القلب بقى فحمة. تمام؟ فبقى اسود خالص. ده اسمه ايه بقى؟ الران. اسمه؟ الران. ألف الران. لام ر ألف نون. ماذا تعرف عن الران؟ يعني ايه بقى؟ الران السواد الذي يغلف القلب من كثرة الذنوب. اعوذ بالله. بعد عنه وعنك. امين؟ لا، ده كلام رب العالمين وسيدي وتجرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل عليه افضل الصلاة والسلام. الله ينور عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وتجرسي، ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء، فإن نزع سقل قلبه، يعني إن نزع اتمسحت النقطة السوداء ويرجع أبيض تاني، فإن زاد زاد حتى تغلف قلبه، فذلك الران الوارد في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ربنا بيقول إنه ران على قلوبهم، يعني غلف السواد قلوبهم بسبب ما يكسبون من الذنوب والمعاصي. أعوذ بالله. يعمل ذنوب يعمل ذنوب يعمل ذنوب يعمل ذنوب، نقط سودة على القلب نقط سودة على القلب، لما بقى عامل زي الصندوق الأسود بتاع الطيار. ده اللي احنا بنقول اللي هم خلاص ما بي يعني والعياذ بالله يرتكبوا المعاصي، يبقوا شايفين هم ما عملوش حاجة، وتبقى يعني ربنا يحلي في عينيهم كده الحرام، يبقوا وده بيبقى والعياذ بالله بعيد عنا وعنك وعن جميع المشاهدين، سقط من عين الله. يسقط الإنسان من عين الله بالتخطيط لمعصية الله، يسقط الإنسان من عين الله بمعصية الله، يسقط الإنسان من عين الله بالفرح بمعصية الله، يسقط الإنسان من عين الله بالإصرار على معصية الله، يسقط الإنسان من عين الله بحزنه على الذنب. إذا رايح يعمل معصية، رايح يشرب خمرة ما لقيش المكان فاتح اصلا. تمام؟ فرجع زعلان، زعلان انه ما عملش المعصيه. يسقط من عين الله عز وجل. لكن ما في حد فينا ما بيعملش معصيه، لكن الطبيعي ايه؟ انه بعد المعصيه زعلان جدا. طبعا حقك عليا يا رب، انا اسف يا رب، اعتذر يا رب، تبت يا رب، مش عاملها تاني يا رب، وعمال واستغفر واتوب. تمام؟ تاب الله علي، ضعفت مره تانية وعملت، اتوب تاني. فطول ما انت بتتالم وتبكي وتعود وتؤوب لله رب العالمين، يبقى انت لسه بخير. يوم ما تعمل المعصية وتفرح وتهيص وتسقف وتقول يا دي احمد انا عملت وسويت، يا دي حسن ده انا عملت وعملت، بقى بالليل ما شفتنيش، سقط من عين الله. أعوذ بالله. طبعا كل امتي معافى الا المجاهرون. طبعا. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد العمل بالليل فيستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يا فلان فعلت البارحة كذا، يبيت وقد ستره الله ويصبح يكشف ستر الله يعني. طب العبد اللي يوصل للدرجة دي هل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتوب عليه طبعا ويصلح كل ده؟ طبعا طبعا
بص شوف احنا قلنا كل ده والله العظيم الباب مفتوح، انتاب تاب الله عليه، الباب ما بيتقفلش ابدا. في اكتر من اللي قتل 100 نفس عمل اكبر الكبائر 100 مره. طب يبقى يعني ايه سقط بقى من عين الله؟ لانه وحش في اللحظه دي. في اللحظه دي سقط من عين الله، يراجع نفسه، حصل مثلا موقف معاه بيبقى خلاص بقى ما عندوش سنه ولا درجه واحده للرجعه، يعني هو في عالم تاني عنده في اللحظه دي. لكن الباب مفتوح دايما، ومحدش فينا شر محض طبعا، ولا حد فينا خير محض طبعا، ولا الدنيا فيها شر محض. ما من شر الا وفيه خير، وما من خير الا وفيه شر. صحيح. الشر المحض يوم القيامه في النار، والخير المحض يوم القيامه في الجنه. لكن ما من انسان مهما فعل مهما عمل، ارجع والله العظيم الباب مفتوح، ارجع والله العظيم ربنا يفرح بتوبتك اكتر من فرحك بالدنيا وما عليها. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. الا يشرح صدرك ويبارك قول ربك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا يشرح صدرك ويزيل همك قول ربك، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ألا يشرح صدرك ويزيل همك قول ربك، غافر الذنب وقابل التوب. يا نهار أبيض، ألا يشرح صدرك ويزيل همك قول ربك، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وده يخلينا يعني نبقى بنستحي من ربنا سبحانه وتعالى. مزبوط. انه مدينا فرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرين، بس بقى مليون ما نقعدش بقى ما نعيش حياتنا ونقول ما هو باب ربنا عمره ما هيتقفل واحنا هنعمل اللي نعمله ونرجع له. لا، اوعى تأمن مكر الله، تأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، وانه اذا كان هو حتى غفور رحيم بينا فاحنا المفروض ان احنا نبقى يعني نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. عمل الخير من الاعمال العظيمة جدا، والسعي في سكة الخير برضو من الاعمال العظيمة جدا، ولكن الاجمل هو المداومة عليه. عمل الخير هو عهد بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، اننا نفضل ماشيين في سكة الخير، اننا نشوف مين اللي محتاج ونقف جنبه، اننا نشوف مين اللي عنده مشكلة ونحاول نحلها له، اننا نبقى واقفين جنب بعض بجد. خلونا نتكلم عن أعمال الخير مع الدكتور عبد السلام عبد المنصف من علماء الأزهر الشريف. دكتور أهلا بحضرتك ومنورني. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أكرمكم الله. من أجمل الأحاديث أن البني آدم يتكلم عن الخير اللي احنا بنعمله عشان ننول رضا ربنا سبحانه وتعالى، والستمان وكل المعاني الحلوة اللي احنا عارفين أن هي دي السكة والوسيلة الوحيدة علشان خاطر وإحنا رايحين نقابل وجه رب كريم يبقى عندنا رصيد كويس رايحين بيه. جميل جدا. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. زي ما حضرتك تفضلتي، فكرة المداومة على العمل الصالح، أو أن العمل الصالح في حد ذاته والسعي في الخير خاصة قضاء حوائج الناس من أعظم القربات أو من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وهنتكلم النهاردة، يعني هخص بالذكر مسألة مهمة جدا الناس سألوني فيها، إن هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ومش حاسس بحلاوة الطاعة. بيذكر ربنا كتير وبيصلي وبيصوم ومش حاسس بسعادة. هي الفكرة فين؟ الفكرة في أمرين. الأمر الأول المتعلق بنفع العباد، قضاء حوائج الناس. وإحنا كنا تكلمنا قبل كده أن لما واحد راح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشكى إليه قسوة القلب، قال له اذهب وامسح على رأس يتيم. فكرة التعدي في الخير، مش القاصر، مش المشكلة أن أنا أقعد أصلي وأصوم وأقرأ قرآن، لا، الفكرة في أن يتعدى هذا الخير إلى الناس. ولذلك في مسألة الخير المتعدي أفضل من القاصر. ونيجي من هذا المنطلق بقى للناس اللي هي بتسأل دوما فكرة السعادة القلبية في الطاعات وفي العبادة نلاقيها فين؟ ونيجي هنا بقى ونقف ونبدأ نشوف مع بعض الآية الجميلة جدا دي. ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآية يقول من عمل. فكرة من أصلا في التفسير لما بيذكر أهل التفسير يقولوا كلمة من بيدخل فيها الذكر ويدخل فيها الأنثى، يدخل فيها المؤمنين ويدخل فيها المؤمنات،
طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى؟ قال لك لأنه ممكن يتخيل أو يتوهم أو يتصور إن فكرة العمل الصالح والحياة الطيبة يختص بها الذكور مش الإناث. قال لك لا، ما عندناش إحنا في الإسلام حاجة اسمها الذكور، لا الذكور أو الإناث لا لا خالص، الذكر كالأنثى في مثل هذه الأمور. ولذلك ربنا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فكرة الإيمان لابد أن تصاحب العمل حتى يجازيك الله سبحانه وتعالى. وفكرة الإيمان معناها أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومش بس كده، الإيمان بما أعده الله سبحانه وتعالى للصالحين من جزاء. يعني إيه؟ يعني حضرتك وانت بتعمل العمل الصالح لازم تكون، ولذلك فكرة الإيمان نفسها إيه؟ التصديق. أهل السنة والجماعة لما بيجي يتكلموا عن فكرة الإيمان معنى إيه؟ قال لك التصديق. ومن ذلك يعني كالقول الله سبحانه وتعالى إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني إيه بمؤمن لنا؟ يعني بمصدق لنا، أنت مش هتصدقنا حتى لو كنا إيه؟ صادقين. فنرجع للآن قول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني مصدق خلاص كده وهو مؤمن. طب أنا مؤمن إيه اللي هيحصل؟ فلنحيينه حياة طيبة. طيبة في الدنيا ولا في الآخرة؟ أقوال عند المفسرين، لكن الراجح الدنيا. طب ده جابوا الدليل ده منين؟ يعني جابوا فكرة إن الحياة الطيبة في الدنيا منين؟ قال لك من قول الله سبحانه وتعالى. في المقابل بقى احنا هنا بيقول اللي بيعمل الصالح بيعيش حياة طيبة. طب اللي ما بيعملش الصالحات ربنا مش هيحيي حياة طيبة؟ طب هيدخل في قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات ضنكا هنا سيدنا ابن عباس بيقول إيه؟ الشقاء طبعا. فيبقى عندنا صورتين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والتانية ومن أعرض ولم يعمل هذه الصالحات. طب اللي هيعمل ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه بقى الحياة الطيبة اللي احنا بنقولها زي أهل التفسير أو الرأي الغالب فيه والراجح أن الحياة الطيبة هي حياة القلوب، حياة القلوب السعادة، ان يبقى القلب مليان بالخير، والخير ده لما بيطبق على الناس اللي محتاجة احنا نحس بالسعادة في اللحظات، نحس بطعم العمل الطيب. صحيح. وزي ما حضرتك قلنا في البداية لما الراجل شكل سيدنا النبي قسوة ايه؟ قال له قسوة القلب، الامر الداخلي ما بيه. فقال له امسح على رأس يتيم، روح اقضي حاجة الناس وامسح على رأس يتيم، هتجد السعادة القلبية. فهنجد معظم الامور او الايات والاحاديث التي جاءت في الاعمال الصالحة معظمها يكون في قضاء حوائج الناس. صحيح. واحنا بنقول قضاء حوائج الناس، وفي فترة من اكتر الفترات اللي في ناس واسر كتير هتحتاج حاجات كتيرة. فصل الشتاء وهنفضل نتكلم في ده وهنفضل نقول ده طول ما احنا عايشين في الدنيا، انه في ناس يا جماعة لحظات بتعدي عليهم من اصعب ما يمكن، لانهم مش عارفين اللحظة الجاية هيقدروا يحموا اولادهم ازاي من البرد ومن المطر ومن المشاكل الكتير اللي ممكن نكون بنتعرض لها خاصة في فصل الشتاء. ويمكن قلت قبل كده انه الناس اللي بتطلع بطاطين طلعوا الحاجة اللي انتوا جسمكوا يقدر يستحملها، ما تطلعوش البطاطين اللي هي البني ادم ما يقدرش يحطها على جسمه، لان هم غصب عنهم بيبقوا مضطرين راضين باي حاجة وقابلين اي حاجة وما بيعترضوش على اي حاجة، واللي قدامهم بياخدوه خلاص. فالافضل والاجمل ان الواحد يطلع حاجة هو كده برضا نفس انه مطلع ده وهو مبسوط انه زيه زي غيره او غيره هو زيه بالظبط. صحيح. ولذلك فكرة الاحسان، كل اللي حضرتك ذكرت الله كل الخير بتدور حول فكرة الإحسان إلى الناس حتى في باب الصدقات. دوما الشريعة بتيجي في حاجة كده اسمها مقاصد الشريعة. لو احنا بقى بنتكلم عن فكرة المبادرة زي اللي بتقوم بها جمعية البر والتقوى، مبادرة ستر ودفع، متعلقة بإيه؟ حتى بيأخذ من المصطلح أو المسمى إن هي متعلقة بتدفئة الناس في فصل الشتاء. مش أي ناس، الناس المحتاجة، أهل الفقر، من لا لحاف له، من لا لحافة لا ولا بطانية يستطيع أن يدفئ نفسه بها. طيب دي قايمة على إيه؟ لو إحنا بقى عاوزين نأصل ليها من الشرع، تجد حضرتك أن مقاصد الشريعة جاءت على إيه؟ فكرة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل والعرض والمال. حفظ النفس، هحفظ النفس إزاي؟ ده أمر بسيط جدا، ده عن نفسك أنت، دي ليها أمور، لكن كيفية حفظ نفس الآخرين بالسعي في قضاء حوائجهم زي المبادرة دي بالظبط. زي ما حضرتك ذكرتي
ان انا لو عندي بطانية استطيع ان انا اخرجها وبحالة جيدة اخرجها، مش عندي وعاوز جمعية اتصل على الجمعية وتبرع خلاص. فالفكرة دائرة حول قضاء حوائج الناس، خاصة في هذا الوقت وقت الشتاء، وكلنا شعرنا بفكرة البرد الشديد والقارس. ولسه ده احنا ما شفناش حاجة، ده احنا لسه بنقول على الأبواب يعني. فالفكرة قائمة حول حفظ الأنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دي من ضمن المبادرات. من ضمن المبادرات أيضا فكرة تثقيف المنازل طبعا. يعني هو تثقيف المنازل، ما ممكن واحد يكون أصلا ما عندوش بيت. يعني احنا مش بنتكلم في واحد عنده بيت ومش متسقف او ما عندهوش بيت او لا، ده كمان من المبادرات اللي بتقوم عليها الجمعية، فكرة تثقيف المنازل. وتثقيف المنازل دي جابوها من ايضا من جانب حفظ الانفس، ان انت تحافظ على نفس اخيك كما تحافظ على نفسك، بمفهوم قول الله ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. في ناس تقدر يعني مقدرتها ان هي تطلع بساطين، جميل. وفي ناس مقدرتها انها لا تقدر انها تعمل سقف لأسرة، وده جميل. وفي الأجمل انه في ناس تقدر تعمل الاثنين، فده كرم من ربنا سبحانه وتعالى عليهم. لكن اقصد اقول ان في ناس بتقعد تقول ايه، طب انا ما عنديش حاجة، طب انا ما حلتيش حاجة، طب ده انا اللي عندي على الاقل. والله ده لو حد طلع بطانية واحدة فانت خدت الاجر والثواب. يعني لو واحدة من عندي واحدة من عند حضرتك، وعند غيرنا وعند غيرنا وعند غيرنا، فاحنا ادينا اسر. صحيح. ده كمان مش بس كده، ده لو واحد ما عندهش بطانية اصلا، يعني هو ما عندهوش بطانية زيادة ان هو يخرجها في سبيل الله ويتبرع بيها، ده لو انت حضرتك ساهمت في جزء من ثمنها كمان. شوف بقى يعني تيسير ربنا سبحانه وتعالى العمل الخير، فتح لك الأبواب. فتفضل شوف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دوما المقولة بتقول لك ربك رب قلوب. أيوة. ما هو مطلع على النيات ويعلم أنك لو استطعت لفعل، ويعلم أنك لم تستطع إلا يعني إلا القليل، فيجازيك عليه الكثير. سبحان ربنا الله. سبحانه وتعالى يعني حتى القليل يجازي عليه الكثير. وهنا أحب يعني أوجه في حتة حضرتك ذكرتها في البداية، فكرة المداومة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان سئل أحب الأعمال إلى الله كان إيه بيقول إيه؟ أدومها وإن قلت. وإن قلت، يعني أنا النهاردة ممكن ربنا يوسع علي الحتة دي. على فكرة مهمة جدا، إن أنت مش شرط تخرج كما كنت تخرج في القديم، لأن واحد النهاردة طبعا بنمر بأزمة اقتصادية عالمية. أيوة. واحد كان بيخرج آلاف مئات أيا ما كان، كان ربنا موسع عليه. طب دلوقتي الدنيا ضيقة شوية، داوم بس حتى لو أقل من اللي انت كنت بتعمله. حتى لو اللي بيدوق حلاوة العطاء وانه يعمل خير لوجه الله ما بيعرفش، زي ما بيداوم على الصلاة ولو اتأخر شوية في صلاته أو الأذان أذن وهو ما صلاش، يبقى قاعد حاسس إنه في كارثة، في حاجة كبيرة جدا هو مقصر فيها، هيبقى عنده نفس الشعور. صحيح. الشعور إيه بقى؟ الحلاوة طبعا اللي إحنا ذكرناه، إيه اللي هي ربنا أقصد فلا نحيينه حياة طيبة، حلاوة يجدها في قلبه. على فكرة حتى لو كان في شقاء ظاهر، إحنا دوما كان أهل الابتلاءات، ودي من ضمن الأمور اللي ممكن إن شاء الله نتعرض ليها في مرة أخرى، إن فكرة إن الظاهر ممكن يكون شقي وفي ابتلاء طبعا. لكن في الباطن يحييه الله سبحانه وتعالى حياة طيبة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. وفي على فكرة في برضك حتة ممكن نكون نسيناها، ختام الآية جميل جدا، إن ربنا وصف قليل حتى أنه حسن، ولا نجزينهم بأحسن، يعني الباء هنا إيه للسببية، يعني بسبب الفعل الحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا. صحيح. ومن أعمال الخير وأبواب الخير كتير جدا لربنا سبحانه وتعالى فتحلنا وميسرها لنا، المزرعة والمشروع العظيم اللي قامت بجمعية البر والتقوى اللي بيخدم أسر كتير جدا. صحيح. فكرة المزرعة، مبادرة المزرعة، بما أننا خاصة في وقت الشتاء، والشتاء كما يعني هو معروف الناس بتحب تاكل وتشرب. أيوة. يعني دفى بيحدث الدفى يعني. طيب جت جمعية البر والتقوى قامت بالمشروع العظيم ده، مشروع المزرعة. الفكرة يا جماعة مش متعلقة بمسألة ان احنا نأكل ونشرب الناس الفقراء او نساهم في ذلك او نساعد، لا، ده احنا كمان خاصة في كتير جدا من الاعداد الكبيرة من البطالة، الشباب ده بنفتح له باب ونشتغل، تعال اتفضل اشتغل في المزرعة. طيب ايه تاني ممكن؟ قضاء حوائج الناس. واحد ممكن ما يقدرش يشتغل وفقير ومش عاوز اكل وشرب، هو بياخد تموين مثلا من الحكومة،
فنروح مديله مثلا نسبة من الأرباح اللي بتخرج شهرية أوي، أو لو هو قادر وصحته كويسة وعايز إن هو يشتغل بينزل يشتغل. آه طبعا، وده طبعا بيختلف بقى، يعني في شاب وفي راجل كبير وفي كذا وفي كذا، بتختلف حسب الطبقات، لكن الفكرة قائمة على قضاء حوائج الناس بأسهل الطرق وبأيسر، بنفتح له أكتر من باب. ودوت من الناس، يعني الناس لو هي عايزة تشارك في هذا الأمر باب عظيم جدا. ليه؟ صلى الله عليه وسلم في حديث رائع يقول ما من مسلم، ما فيش أي مسلم أو مسلمة يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فأنت حضرتك لما هتروح في المبادرة دي هتزرع نخلة شجرة هتساهم أي مكان، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه بقى؟ فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. تقدر تعد بقى لغاية كام في الصدقات؟ أنا النهاردة الواحد ممكن يعمل المبادرة دي وناسي، والصدقات شغالة دائمة بإذن المولى سبحانه وتعالى. ولو جينا على فكرة وجدنا إيه السبب، هنلاقي بصدق النية. طبعا بصدق النية. ربنا يجازي الكل، كل حد بيسعى لفعل الخير ربنا يديله الأجر والثواب. آمين يا رب. نورتيني يا دكتور، بشكر حضرتك. حضرتك يا فندم، أكرمكم الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوف حضراتكم يوم الجمعة على خير إن شاء الله، أشوفكم بألف خير. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماعة لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على